مساء الخير من شارع الحمراء، ولكن استثنائيا هذه المرة من أمام مقهى جيفارا أو كافيتيريا الإذاعة والتلفزيون في شارع جبل العرب في منطقة وطن مصيط في العاصمة اللبنانية بيروت. هذا المقهى مشاهدينا يقع في مبنى يضم إذاعة صوت الشعب وتلفزيون الجديد ودار الفارابي للنشر، وتديره السورية جيفارا شليل بمشاركة زوجها اللبناني نزيه سركيس منذ أكثر من 20 عاما. المقهى الصغير الذي يشكل نموذجا لكفاح هذه المرأة المولودة في قطينة بالقرب من مدينة حمص، شكل على مدى سنوات طويلة ملتقى لأهل الصحافة والإعلام والثقافة والسياسة ورفاق النضال. مقهى جيفارا في هذه الحلقة من شارع الحمراء، أهلا بكم. برحب فيكم مجددا مشاهدينا هذه المرة من داخل مقهى جيفارا. كافيتيريا الإذاعة والتلفزيون مقهى جيفارا شي جيفارا، كل الأسماء لمكان واحد. هذا المكان الجميل الصغير الكبير، كبير جدا حقيقة، الدافئ جدا صيفا شتاء، هلا ماشي الحال باوردين في هذا المكان الذي يعني لكثيرين، يعني لهم الكثير. مر على هذا المكان، على هذه المقاعد مشاهدين حيث نحن نجلس الآن، مئات الأشخاص ربما أكثر، يعني لصاحبة هذا المكان التي تدير هذا المكان جيفارا، لكل من مر إلى هنا، يعني لي أنا أيضا هذا المكان الكثير. بدي رحب فيك جيفارا شليل، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك فادية بزي ايضا، اهلا وسهلا فيكم. مع حفظ الالقاب. لا اكيد هذا مكان بيننا عن الالقاب. شكرا جيفارا على استضافتنا في هذا المكان القهوي راح تبرد. اهلا وسهلا فيك، هذا مكانك يا فيروس. شكرا لكم مجددا. بدي رحب مره اخرى بكل المشاهدين اللي انضموا الينا الان. هذه قصه المكان التي تختصر وتجسد مثال على كفاح هذه المرأة بالشراكة أيضا مع زوجها نزيه سركيس، اللي بدي وجه له تحية بعتقد رح يلحقوا أكثر من تحية بالحلقة. تحياتنا نزيه طبعا اللي عم يتابعنا من مكان قريب جدا. القهوة طيبة، الطعام أيضا، ولكن بغير هذا الوقت أنا بلشت جوع حقيقة، هذه مشكلة. المكان بيسوي يلا بعد الحلقة. هذا المكان يقدم أطباق شهية جدا وسندويشات لذيذة جدا. أهلا وسهلا فيكم في شارع الحمراء. نقلنا هذه المرة شارع الحمراء إلى شارع جبل العرب 100% في وطن مصيطري. على كل حال في خيط يصل بين المكانين، محاطون بصور إلى رمزية إلى دليلة، وتعني كثير لجيفارا ولفاديا ربما ولكثيرين أيضا. جيفارا فوقك وستالين وراك، ما هي؟ صحيح. وشو كمان في بعد؟ جورج حاوي قدامه. جورج حاوي ايضا. فيدل كاسترو. فيدل كاسترو العزيز رضوان حمزه. العزيز الغالي رضوان. الله يرحمه طبعا. تحيه لروحه ولكل الراحلين اللي مرقوا على هيدا المكان وعلى هيدي الطاولات. نحن مشاهدينا عم نحكي عن مكان حقيقه بالحجم هو صغير جدا. يمكن شايفين من خلال الكادرات اللي نحن قاعدين فيها انه هذا المكان حقيقة ضيق، وبرجع بقول انه بنفس الوقت واسع. قد ما كمان يعني صدر رحب وواسع لصاحبة هذا المكان واصحابه
هذا المكان. كل من يأتي إلى هنا هو ليس زبون على كل حال، هو يعني من أهل المكان، من أهل المكان، من أهل البيت حقيقة. هذا المكان اللي مرق عليه أجيال كتيرة بإدارة جيفارا شليل ونزيه ساكيس منذ أكثر من 20 سنة تقريبا. صحيح. خلينا نخبر المشاهدين نحن وين الآن، هذا المكان شو بالنسبة لي، كيف بلشت حكاية هذا المكان؟ أول شيء نحن وقت اللي قعدنا بهذا المكان وصرنا نشتغل فيه، هو هذا مكان موجود ضمن جولدن إعلامي، يعني ضمن محيط إعلامي، وهو ده له من الأساس قبل ما نتواجد فيه له رمزيته، لأنه كان يعني السياسيين، يعني الشعراء، الكتاب، كانوا رواد بهذا المكان من الأساس. وبالتالي هذا المكان معناه أنه يستقبل هاي الناس المثقفة الناضجة الفاهمة الواعية بالمحيط المسيسة بشكل عام. يعني كل ما لا تنطبق عليه هذه المواصفات ما بيفوت لهون؟ لا بيفوت لهون أكيد، من كل الناس بتفوت لهون، بس يعني اللي بيحس منه مكانه ما بيستمر، يعني بيجي وبيروح. في هوية للمكان، بس في هوية جامعة الكل، هاي الهوية فارضة وجودها على الناس اللي طبعاً عم المكان مشاهدينا مفتوح للجميع على كل حال، لكن في خصوصية، في هوية تميز هذا المكان، بيحس حاله واحد بعد أول مرة وتاني مرة. أنا بحق لي أحكي كتير عن المكان، صح، لأنه أنت جزء من هذا المكان، بيحس حاله أنه جزء منه وينتمي له لهذا المكان. صحيح. وأكيد فادية بتوافق معنا. أكيد. يعني هذا المكان أول مرة بيجي، يعني أنا عندي دغري بستقبله للشخص، بحسسه أنا أنه أنت لك زمان بتجي لعنا، يعني طبيعتي يمكن فرضة شيء معين من هالقبيل، انه بحسسه انه انت اهلا وسهلا فيك، انت هذا المكان مكانك، قوم جيب لحالك، خذ كذا، اطلب اللي بدك اياه. كلفة مرفوعة. واذا حدا كان عامل كلفة مستهجن عنا بالمحل. عرفت كيف؟ من هيك كان هون طابع بيتي اكثر ما يكون كافيتيريا. حلو، يعني طابع بيتي واسع بيشمل العالم كله ضمن البيت، يعني مش انه حدا غريب وانت عم تضيفه وتستقبله، كله عائلة وحدي، يعني عمليا اللي مرقوا على هذا المكان على فترات مختلفة بيعرفوا بعض، وربما هم موجودين بنفس المبنى، بس هذا المكان أكثر قربوا من بعض. في مرات بيكونوا مش من عائلة واحدة، لأنه هذا المكان استقبل من كل العيال، بس دغري بيحس حاله من العيلة، بينتمي للمكان. ما يرجع يتعود على هذا المكره بحس حاله أنه هو صار منتمي لهي العيلة. بحس حاله أنه هو منتمي. أنا بقول لك ناس من أحزاب ومشارب مختلفة اجوا قعدوا شوي، يوم اثنين ثلاثة صار خلص ففترة صغيرة بيصير هو جزء من المكان، بيصير يتعاطى بنفس اسلوب الناس المتعودة على المكان واللي دويمي فيه. يعني على كل حال الطاولات كتير قراب على بعض، طاولات مشاهدينا مثل ما ايضا شفتوا رح تشوفوا بالصور رح تمرق بسياق الحلقة طابعها مختلف، وهي موجودة منذ سنوات طويلة ومحافظ عليها كما هي، طاولات خشبية، والخشب بيعطي أيضا ألفة للمكان. كنت بدي أقول إنه الطاولات قريبة على بعض، على كل حال اللي قاعد على أول طاولة بيسمع 100%، اللي قاعد على آخر طاولة هيك فاكر بتكون قاعد بالكافيتيريا. هيك طاولتي حتى طاولتي هون، يعني اليوم شلتوني من مطرحي، يعني شلتوني استثنائيا. فالطاولات هون يعني بقعد انا على اول طاوله اول ما بتفوت من الباب الكافيتيريا، واللي بيكونوا موجودين مطلق اي حديث او حوار ماشي، فبتلاقي تلقائيا كل اللي موجودين بالكافيتيريا صاروا عم بيشاركوا بالحوار وبالنقاش وبالحديث، شو ما كان نوع الحديث، يعني ان كان جدي ان كان مزح ان كان هيك. فمثل ما عم بتقول انت انه هذا المطرح
اكثر ما انه مكان عمل بالنسبه لجيفارا ونزيه صار هو ملتقى اصدقاء ورفقات وناس بتتعرف عليهم بتصير تحس انك بتعرفهم من زمان كثير، مش بس انه لانه محيطهم موجود ب مع مؤسسات اعلاميه ثانيه، لا حتى اللي بيجي من برا مثلا انا هون مقيمه هون صح مقصد الاشخاص من برا مقيمه دائمه هون وعندي وقت محدد يعني موعد محدد اذا ما جيت انا على هذا الموعد انه جيفارا دغري بتبعث لي انه وينك ليه ما جيت، انه بتصير تتفقد الناس اللي الدوامين اذا بدك المياومين بهذا المطرح. فمشان هيك انت بتصير تحس انه بصير عندك دوام، بصير عندك هذا المطرح اللي بتقعد فيه، هؤلاء الناس اللي اذا طولوا ما شفتهم بتتفقدهم، وناس كتار عائله 100% حتى اوقات العائله بيفترقوا بمشاغل الحياة وقصص الحياة تبعدهم، بس هون قد ما بعدنا بنرجع لازم انه نرجع لهذا المطرح ونلتقي. انت قعدتك على المدخل كمان مهمة بتشوفي برا وجوا يعني مراقبة العين الأمنية العين الأمنية عندها حس أمن القهوة رح تبرد على كل حال يلا نحن رح نشرب قهوة طبعا وقهوة كتير طيبة مشاهدينا حقيقة والفناجين الحلوين العربية التقليدية طبعا. أنا بدي أقول للمشاهدين اللي انضموا إلينا في هذه اللحظات نحن الآن في مقهى جيفارا، هذا المقهى القديم الدافئ اللي فيه هذه الألفة والحنية اللي عمره سنوات طويلة، هو بإدارة جيفارا شليل ونزيه سركيس منذ العام 2000-2001 تقريبا بهذه الفترة في شارع جبل العرب في منطقة وطن الصيدلي. في هذا المكان مشاهدينا في عدد من المؤسسات الإعلامية، طبعا إذاعة صوت الشعب، تلفزيون الجديد، ودار الفارابي للنشر. في هذا المبنى كان من الطبيعي أن يشكل هذا المكان ملتقى لهؤلاء الموجودين في هذا المبنى، ومثل ما قالت أيضا فادية لي ايضا اللي هم بيجوا بيشوفوا رفقاتهم هون صحيح وزملائهم هون من مواعيدنا اوقات كثير صحيح هون يعني مع صحيح لانه هالقد المطرح سهل هالقد المطرح معروف وهالقد المطرح حلو انك تستقبل فيه اصحاب اصدقاء ان كانوا مقيمين ببيروت او جايين على بيروت. حلو كثير. جيفارا المقهى اولا او جيفارا ونزيه، خبرينا عن القصة كيف بلشت هذه الشراكة بينك وبين نزيه خارج المقهى أو بالمقهى كمان بلشت القصة؟ أنا تعرفت على نزيه بالمقهى. أنا جيت لأنه هذا المقهى مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي أنه مقهى ملتقى الناس اللي عندها معتقدات وأفكار وإلى آخره والمسيسة وبتضعف الشأن العام والشأن السياسي، طبيعي نحن كمان مثل الناس اللي هلا عم تقصدنا قصدنا المكان. جيت انا واخواتي، انا وخيان من اخواتي شباب، جينا قعدنا بالمكان حسينا نحن بننتمي كمان لهالمكان بوقتها من اول ما فتي على المكان. ايه ونحن جايين لانه حسينا بننتمي قبل يعني نحن جايين على مكان بنحس انه هذا في طابع معين قريب منك صحيح بافكارك وتوجهك بناء على مكمل اذا بدك للمطرح اللي اجت منه بالاساس. ايه صح. اوكي فجينا انا واخواتي وقعدنا هون وطلبنا شيء نشربه وقعدنا هيك نحكي. اجا زوجي هلا نزيه سركيس قعد بيننا على الطاوله لانه عم يعني فكر انه بده يشوف مين هالناس اللي اجوا جديد لانه هي لها مثل ما كنا عم نحكي قبل انه لها طابع الناس دويمه بتضل في حدا جديد في حدا صحيح. جديد اجا بدنا نشوف هالجديد مين هو. فقعدوا وقعدنا نتحدث نحن وياه ونتناقش تناقشنا الحقيقه بالسياسه وحكينا وقعدنا اتفقتوا ولا اختلفتوا بوقتها؟ هلا في قصص اختلفنا عليها وفي قصص توافقنا عليها يعني الشيء الاكبر كنا متفقين وفلينا. بعدين دور علي نزيه وصار بلشت
بلشت الحكايه القصه بلشت الحكايه بعدين توجت بهذا المشروع المشترك. صح. هذا المقهى اللي هو اكثر من مجرد يعني مقهى تجاري، وبالتالي هو يعني كل ما كنا نتحدث عنه هو ملتقى، هو في له اذا بدنا نقول هو حاضنه على كل حال لهذه النقاشات وهذه اللقاءات. طيب في طابع واضح من خلال الصور، من خلال المكان لهذا. كنت عم تقول نقطه مهمه فادي ابو شاي، انه انت جيتي من مكان يعني مسبقا، ليه جيتي كمان كثير مهم نعرف، مهيئة لانك تكوني بهذا المكان لانه يشدك هذا المكان. صح. يعني جيتي من هذه الخلفية، من بيت شيوعي، من الخلفية السياسية. أنا جيت من بيت شيوعي. أنا بي شيوعي عريق ومناضل ومقدم تضحيات بحياته يعني، وقد ما كان كتير بحب الفكر يعني سماني أنا جيفارا وسمى خيي ستالين وعنا لينين وعنا ماركس وعنا إنجلس وعنا كل العائلة الشيوعية كلها كامل. وربينا على هالمبادئ وعشنا عليها. ونحن وجه تحية لروحه طبعا، الله يرحمه. ايه هو توفى من حوالي شي 10 اشهر تقريبا. وربينا على هالقيم هاي، ونحن طلعنا نكفي عنه. عرفت كيف؟ وبالتالي انا جيت من هذا المشرب يعني. من هذا المكان. كنت مستغربه انت وصغيري اسمك ليه جيفارا؟ انا وصغيري يعني بالابتدائي كنت صغيره كانوا يتمهزقوا لي على اسمي هالولاد اللي كانوا معي بالصف. وانا انزعج يعني، يعني ويسموني هيك يغيروا لي معنى الاسم، نوع الاسم وكذا. اذا عجيت لمره من المرات خلص مسكره معي، قلت له بيي انت ليش سميتني هيك؟ انا بدي اغير اسمي، انت لازم تغير لي اسمي. كنت عم فكري اسم محدد مثلا؟ لا ما في شيء على بالي جاي. انا كنت بوقت انه انا رافض هالاسم خلص. قال لي بيي لا يا بنتي لا، هذا الاسم بكره رح تشكريني لاني سميتك اياه، هذا اسم كثير مهم، هذا قائد عظيم انا مسميكي على اسمه. وهذا اسم كثير حلو. قلت له ليش عم يتمهزقوا لي؟ قال لي لانه هن ما بيعرفوا، هن بسيطين ما بيقدروا يقدروا معنى الاسم. بالتالي لا تزعلي، بكره بتنبسطي من اسمك بس توعيله. قلت له يعني هلا هو هل قد مهم هذا الاسم؟ لانه صار في حوار انا وياه، كان يحاورنا بيني يعني. قال لي كثير مهم، هذا سائر اسمه جيفارا، استشهد بكوبا كذا، خبرني بعض التفاصيل. بلش تتغير نظرتك لاسمك، تقبلك للاسم. بلشت انا دغري تقبلت الاسم، ما هو انه بلشت دغري باللحظات، لاني انا عندي ثقه ببيي كثير، كانت كثير قويه يعني. دغري تقبلت وصاروا بس يتمهزقوا علي بالاسم بالمدرسه، يقول لهم ليش انتم شو بفهمكم؟ اخذت جرعه ثقه. هذا اسم كثير مهم وكثير حلو، انتم شو بفهمكم؟ هيك يعني على الطفوله هيك كنا. على كل حال مشاهدينا في اكثر من مشترك بين جيفارا وفاديا، غير انهم اصدقاء يعني بحكم التقائهم اليومي او شبه اليومي في هذا المكان على مدى سنوات طويله يعني. حتى ربما بما انك كثير عم تحكي بالتوجهات والمعتقدات في تقاطعات وايضا بدي كمان وجه تحيه لروح والدك يعني. وبعرف قديش مكانته بالنسبه لكثيرين من المناضلين وبالنسبه لك بطبيعه الحال ايضا يعني كمان السلام لروحه. بدي اقول لك من هلا مبروك على الكتاب الجديد، على الروايه الجديده. يلا صارت على النار مثل ما بيقولوا، فاتت على المطبعه. وكمان مثل ما جيفارا حكيت بهذا الطريقه الحميمة عن تربية والدها لإله، نحن نفس الشيء يعني. أنا جاي من هذا الإرث، من هذا التاريخ، من هذه التراكمات اللي ترك لنا إياها الأبوكاتو اللي هو لقب بي. صحيح. وكفينا على نفس
نفس النهج وعلى نفس المسيرة يعني. وهذه الرواية إذا بدك راح تكون تحية لروحه ولروح كتار مناضلينه منهم بيا لجيبارا، لأنه كل حدا ناضل بمطرحه وناضل على طريقته، بس كان بيجمعهم الهدف الواحد اللي هو لأجل الإنسان، لأجل كرامة الإنسان. ف وكل قضايا العدالة 100% أينما كان يعني. نعم. أينما وزن. وهيدي التحية لمرحلة نضالية أرخت فترة زمنية محددة للأسف، وكأنه هلأ بهالمرحلة اللي عم بنعيشها نحن التاريخ عم بيعيد حاله. ناطرين نحن الرواية إن شاء الله ما طول أكثر من هيك. الرواية على فكرة مشاهدينا اسمها توب كاميرا. توب كاميرا احنا بلشنا تصوير. توب كاميرا. توب كاميرا حلو الاسم. أيه. يعني حتى الاسم أول شيء وقعه حلو مغري، وهو بيشبه عالمك. 100% اشتغلت بالإعلام صحيح مع الكاميرا لسنوات طويلة. يعني أنا تركت السلاح إذا بدك وحملت الكاميرا والقلم. فدي بزي مقاومة بالسلاح وبالقلم فعليا يعني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وبالقلم وبالكاميرا لاحقا. نعم. من خلال دورة في وسائل. وهي يعني لأنه إذا بدك الرواية عبارة عن مشهديات الذاكرة تسترجعها، نبش بالذاكرة استرجعتها. ومثل ما أنت بتكون عم تتخيل شيء أو عم تتذكر شيء. نعم. بتمرق صور وراء بعضها براسك، فمشان هيك أنا سميته توب كاميرا. يعني كأنه توب كاميرا يا ذاكرة بلشي شغلك. رح خلي لبعد الفاصل اسمع هيك مقطع صغير من هيدي الرواية التي ستصدر قريبا للروائية فاليا بزي. إن شاء الله. أكيد رح تقرأ الرواية. أكيد طبعا. وأكيد حوقع لأصحابي وأصدقائي هون بمقهى جبارة. حلو كثير حلو. طيب قبل ما ننسى، على كل حال بما انه كنا يعني عم نحكي عن الذين مروا من هون، وهلا رح نحكي اكثر عن الاشخاص اللي مروا من هون، ما رح اجلها هيدي لوجه تحيه لروح مازن عبود. مطلق الرصاصات الاولى مع طبعا يعني رفاقه فهد وعمار. صح. في مثل هذه الايام او اكثر شوي بعد شوي يعني في العام 1982 في ايلول عام. صح. 1982 تحيه لروحه اللي بس مثل هالايام كانت الاحتلال الاسرائيلي. صح. صح. كانت تحضير مبلش بقلب اول عاصمه عربيه يعني. تحيه لروح مازن عبود ولرفاقه اللي سبقوه، ويعني كل الناس اللي مشوا على هذا الدرب. جيفارا وفادية طبعا بعد الفاصل. مشاهدينا سنتابع دائما من مقهى جيفارا هنا من شارع جبل العرب في منطقة الوطن المسيطر. ابقوا معنا. مرحب فيكم مجددا مشاهدينا في هذه الحلقة الاستثنائية، طبعا استثنائية لأنه نحن طلعنا خارج شارع الحمراء. بطلع دائما أحيانا مش دائما بحالات استثنائية. هذا المكان الذي يعني لي كثيرا ويعني لي كثيرين أيضا. عم نحكي عن مقهى جيفارا، شي جيفارا، مقهى أو كافيتيريا الإذاعة والتلفزيون تاريخيا طبعا، وحتى هذه اللحظة إذاعة صوت الشعب، هذه الإذاعة العريقة موجودة هنا في هذا المكان، واللي هي بتعني لإلي ولفادية ولا جيفارا أيضا. قناة الزميلة تلفزيون الجديد طبعا، ودار الفارابي للنشر. بوجه تحية لكل الزملاء العاملين في هذه المؤسسات العريقة الثلاثة.
ايضا تجربه صوت الشعب ربما تكون تجربه مشتركه لنا صحيح صح. فاديه صوت الشعب وايضا كان حتى في تجربه سريعه لجيفارا بعتقد بالعام 2012 او 2013 هيك شيء بهالحدود قدمتي قعدتي عملتي اعداد لبرنامج العالم والشرق الاوسط عملت اكثر من 20 حلقه عملت عن دول كتير لأنه أنا بحكم أني بتعاطى الشأن السياسي وبحب السياسة كتير فعملت برنامج وكتير حدي بالتعبير عن موقفك بالسياسة أنا حدي بتعملي مشاكل مع العالم ستالينية أنا ستالينية أنا مع ستالين أكيد بالنسبة لألي الفكر اللي أنا حاملته لاخر لحظه ما بستغني عنه بس السياسه هي حوار ونقاش لا في انت بتحاور بس انت في عندك انت قناعاتك ومبادئك وبتنطلق منها وبتحاور هلا ممكن تقتنع ممكن ما تقتنع بس انه الحوار غير الموضوع غير الفكر هذا قناعه وفكر مبدا يعني فانا عندي مبدا فكري بالحياه ما بتخلى عنه ولو حاورت مين ما كان عرفت كيف؟ ومن خلاله أنا عملت البرنامج قدمت تقريباً 20 حلقة منه بتصور؟ حوالي أكثر من 20 كمان يعني حوالي 20 أكثر شو وجه تحية لروح رضوان حمزة هو كان حجر أساس بهذا العمل اللي أنا وياه عملناه وكان في برنامج ناجح وكان له وقع وكان في دول طالبت انه بحق الرد يعني على هذا البرنامج وقت على حلقه من الحلقات وكان جيد كثير بوجه ايضا تحيه كمان لروح ملحم ابو رزق وكلهم كانوا من اهل هيدا المكان رواد هيدا المكان طبعا ملحم لاخر لحظه كمان كان بالمحل هون بالكافيتيريا كان موجود لآخر لحظة هلأ في سبب مشاهدينا يعني المكان حلو والمكان اللي بيجي عليه مثل ما كانوا عم بيقولوا فاديا وجبارة بحس حاله منتمي لهذا المكان ولكن في كمان سبب مهم هو انه الأكل الطعام اللي بتعمله جيفارا نزيبيا بشاركك بالأكل شيء حتى بكون على نظرة البطاطا المشوية اوه البطاطا المشوية كتير طيب أنا جعت بيّن واضح طيب فهذا عامل أساسي ما هيك فاديا؟ هلأ شوف أنا ما فيك تتكل علي كتير بالأكل تعرفني يعني جيفارا لأنه فاديا عفواً عندي خصوصية هي بتعرف شو بحب وشو ما بحب وهيك حتى أوقات بتمنع يعني بالكافيتيريا أنا عندي حساسية على الخيار فبس كون أنا موجودة جبارة بتشيل الخيار من كل الطاولات يعني هذا إجراء قمعي شوي طبعاً يعني هذا دليل دللتك كتير دليل أدي عن جد هذا المطرح يعني حتى التفاصيل بتعرفها جيفارا وبتعرف كل شخص اكيد يعني هيدا شو بحب يعني بعرف كل واحد شو بده شو بياخذ كيف يعني خلص تقني دوره بهذا المطرح كنت عم بتقول انه الناس مش الناس يعني كيف بدي اقول لك اياهم بلا الناس اللي مرقوا على هذا المطرح وهيك يعني والطاولات يعني لو بيحكوا الطاولات كانوا هن خبروك قد ايه انحفرت عليهم وجوه ناس مرقوا وفلوا وقد ايه تركوا بصمه هودي الناس قبل ما يفلوا ان كان بمطارحهم ان كان بعيالهم وان كان باماكن عملهم يعني حكينا عن رضوان حمزه حكينا عن ملح عن ملحم زياد ابو عبسه كمان حكينا عن مازن عبون اخر كلهم مرقوا اخر الراحلين بالقافله والكثير نحن زعلنا عليه وكانت اخر لقاء لي انا ومازن على الطاوله مطرح ما بقعد قبل وفاته بتقريبا شي شهرين او اكثر شوي كان ماري وقعد الحلو بمازن انه
أداء قدام كان مطلق قصاصها الأولى مثل ما أنت قلت عرفت عنه، وكان هو اللي ولع هيدا عود الكبريت إذا بدك، اللي خلى شرارة المقاومة تنطلق من بيروت. وقت اللي بتقعد مع مازن أو مع كتار مثل مازن وبتشوف الحال يعني صح. اللي وصلوا له هول المناضلين، بتطلع بحالك أنت وبتقول إنه أنا لوين؟ أنا لوين؟ وقت قعد حدي مازن بعدين التواضع بشخصيته، التواضع أول سؤال إنه طمنيني عن عن عنك عن ابنك. أنا وقعد قدامي إنه أنا عم بحكي مع هيدا الأسطورة، أسطورة فعلاً. يعني أنا مين؟ هول كتار ناس ما بيعرفوهم، لا ما بيعرفوهم إلا إذا ماتوا. عصام العبدالله، عصام العبدالله الله يرحمه للأسف يعني. عن جد إلا إذا ماتوا يعني ما بي... لا يمكن طبيعة مهمتهم بالحياة تقتضي ذلك 100% بس وقت اللي هيك صحيح. وفي شغلي كمان سوري جبارة، بس وقت اللي نوصل لمطرح ويحالوا على التقاعد هون لازم نحن نتذكره، مش لازم انه نتذكره الوقت اللي بفلوا. ها هي الفكرة، وهيدي حال يمكن مش بس مازن وغيره، حال كل الناس اللي قدموا لهالبلد دمهم واللي قدموا من حياتهم ومن أعمارهم. وشوف البلد لوين أخذهم، البلد أخذونا فيه على جهة، كل حال أخذونا كلنا، كلنا 100% كلنا صرنا غرباء في الوطن صحيح. في هذا البلد. وأنا قبل يمكن قلت لك إنه أنا الشارع الحمراء هو اللي كوّم لي شخصيتي وركّم لي ذكريات، وهيك أنا صار عند جيفارا هو ملاذي الأخير بهيدي المدينة اللي يوماً بعد آخر عم تلفظ أنفاسها الأخيرة. وعم تضيق شوي المساحات عم تخنقنا، صح عم تخنقنا. فبعدني انا بقدر اتنفس هون ايام ما نقله مرقد عنزه كان بيقولوا عن جيفارا صح. هذا المكان فاديه بمشاهدينا طبعا بيعني لها لفاديه كثير. اذا طلعنا شوي لبرا وطلعنا طوابق او نزلنا طوابق عم نحكي يعني تجربتها سواء بصوت الشعب وبتلفزيون الجديد، يعني كل هذا المبنى حياتك المهنيه بعتقد كلها هون، كلها 30 سنه 31 سنه هون يعني قضيتها هون بهذا المطرح. يعني مثل ما بدك فينا نقول انه انا حبيت تجوزت انجبت وطلقت بهذا المطرح هون. بهذا المطرح فتخيل نصف حياتي انا. هذا كمان مشترك اخر بينك وبين جيفارا صحيح. قصص كثيره عمليه وعاطفيه بدات هنا في هذا المكان. أنا بدي أشير إلى أنه جيفارا شليل المولودة في قطينة قرب مدينة حمص السورية جاءت إلى بيروت في مطلع التسعينيات تقريباً. كان الوالد الله يرحمه موجود هون، موجود هون الوالد والعائلة كلها. طبعاً كان عندك محطة قبل بدمشق العاصمة السورية صح. أنا درست بالمدرسة بسوريا. نعم. شو تخصصك كان بالجامعة؟ عملت الصناعات الكيماوية بدمشق وما اشتغلت هونيك دغري جيت لهون. ليه جيتي؟ كان تغريكي فكرة لبنان أو لأنه العائلة لا أبي كان هون وجيت لعند بي وعائلتي يعني وجيت صرت أشتغل هون. يعني هون اشتغلت أكثر من شغلي، مش أنه طبعا ما. باختصاصي العلمي ما اشتغلت. نعم. لأنه هون ما كان جنسيتي سورية ما فيني ولغتي مش كتير جيدة ما فيني اشتغل بمهنتي. اشتغلت كذا شغلة، أول شيء اشتغلت تعلمت اشتغلت بمدرسة للمعاقين ورجعت نقلت على مدرسة علمت متوسط فيها بس لغة عربية. شاطرة باللغة العربية؟ ايه. بس هيدا الخليط بين الصناعات الكيماوية واللغة العربية، لأنه بسوريا ليك بسوريا في شغلة حلوة كلغة عربية بدرسوها عملية ما في رابط يعني ما بين في أبدا التوجهين صحيح ما في رابط أبدا. يعني الصناعات الكيماوية ولا بأي عمل اللي اشتغلته إلا رابط.
يعني انا بمهدي ابدا وصولا للمطبخ هون المصنع الكبير المصنع. اشتغلت علمت بمدرسه، رجعت اشتغلت بمحل ثياب، اشتغلت نوعتي يعني كثير مش انا اشتغلت عند حدا بس بالتعليم اشتغلت، بس انا ما كنت حب اتوظف عند حدا، كنت حب اشتغل اشغالي محل لي ثياب. اشتغلت عملت قلبين وعجبين كمان، فتحت محل من هالنوع وختمت جرب كل شيء. ختمت بالاكل، اشتغلت فتحت محل على الدوره اكل، اخذت خبره بموضوع الاكل ورجعنا وصلنا لهون. وصلنا لهون بعدين عم نحكي عن 20 سنه 22 سنه لهي اللحظه اللي نحن قاعدين فيها هلا هون. بس قبله هونيك كانت متنوعه القصه مثل ما خبرتك، انه ثياب ومدرسة وإلى آخره كذا شغلة، وآخرة ختمت 20 سنة هون أو ما فوق العشرين سنة. طيب هيدي يعني قصة كفاح عمليا لمرأة تجي بعمرها بوقتها في ذلك الحين، مثل عم تقول إنه كمان سورية، وربما يمكن هيك النظرة دائما إنه سورية ولبناني ولبناني وسوري، وبهيديك الظروف وصولا لهيدي اللحظة إنها تبذل كل هذا الجهد هذا الكفاح، وإنه آخر شيء تحقق يعني هذا المشروع بالشراكة مع زوجها. صحيح. بتصور أنا بالفترة اللي اجت فيها جيفارا وقبل ما كان في هيدي النظرة للغريب إذا بدك، كانت أقل حدة. كانت أقل حدة فعلا، يعني لأنه كنا أصلا كل يعني نطلع نسهر بالشام وننزل على بيروت يعني. صح. والعكس صحيح. بس بفعل السياسة الخاطئة، إذا بدنا ندخل سياسي هلأ يعني بفعل السياسات الخاطئة اللي ارتكبت من الطرفين يعني. صح. هون صار في هيدي الحساسية شوي، وإلا قبل لا ما كانت موجودة تاريخيا يعني، هذا يعني التشابك التاريخي والجغرافي والاجتماعي الأهم والتزاوج. صح. يعني فيك تقول بلشت هيك القصص تظهر بال 2005 وطلوع 100% بعد اغتيال الحريري. والحرب السورية لاحقة، موضوع النزوح كمان رجعت قلعت بزيادة بقوة بعد الحرب السورية ما بلشت. يعني عملت هوة كتير كبيرة بين الناس، وفي شيطنة سوري لأنه يعني ليه برأيك؟ يعني العالم كله عم بشتغل على شيطنة السوري. ليش بدهم يشيطنوا السوري؟ السوري شعب عملي، شعب شغيل، شعب بنى بلده خطوة بخطوة بكفاحه وعرقه. هذه للدول الاستعمارية هيك فكر ما بيناسب، ما بيخضع. لو طلعت في شوائب منه ونتيجه الاحداث السوريه اكيد كل مجتمع فيه يعني هذه افرازات الحرب دائما بيصير فيها بتعمل هيك شغلات. بس الشعب السوري عن جد شعب مكافح شغيل نشيط عملي ما بينقاد. من هيك بقى حتى انت تقدر تستعبد شعب انت بدك تغير له وعيه ومفاهيمه. يعني قادر هذا الشعب يرجع يبني بلده وينهض فيه؟ انا برايي قادر يرجع يبني شعبه ويرجع يسترد عافيته ويرجع يسترد مكوناته الفكريه اللي هو نشأها. في حاجه مهمه اللي عم تحكيه جيفارا، تليفونك كمان عم يدق؟ شغل يعني اكيد صرت اعمل. وعلى فكره تحسي حالك يعني بهال 30 سنه اللي اشتغلتي فيهم بالصحافه انه دفعتي ثمن من وقتك من جهدك؟ لانه دائما الصحافه بده يكون قلق، بده يكون يعني دائما متابع. من الاساس سموها مهنه المتاعب. وقت الواحد بده يختار هيدي الطريق بده يتحمل، بده يتحمل كل شيء تبعاتها يعني الى سلبياتها والى ايجابياتها مثل اي عمل بالحياه. ندمتي يعني انك اشتغلتي بالمهنه او لا؟ حقيقه لا 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 ما ندمت، لا بالعكس يعني بحبها، بحب مهنتي، ومن شان هيك متحمله كل الظروف يعني خاصه هلا بهالاوضاع اللي عم بمر فيها البلد. فلا انا ما ندمت ابدا. طيب حديث الاعلام على كل حال طويل جدا بالمناسبه، بما انك تحكي عن الظروف انا كمان عندي كان تجربه اعلاميه في معنيه بهذا الشيء. هي عملت بروجرام طبعا لا حتى عندك حس نقدي اعلامي كمان على ذكر الظروف. المكان هون المقهى سكر خلال هالثلاث سنين او لا ضل دائما ما سكر مفتوح؟ ابدا كان مفتوح.
بحكم انه انا بشتغل بالاكل انه بحق لي كنت داوم، بس كنا مراعين الشروط الصحية. طيب والازمه الاقتصاديه اللي تاثرتوا فيها شيء او تاثرنا؟ بس هو انت مثل ما قلت باول الحلقه انه نحن هذا المكان منه طابع تجاري، يعني نحن بدنا نجي على المكان هذا لو ما الحفاظ عليه أماني أو مسؤولية بالنسبة مسؤولية لك. هو بالنسبة لأن هذا المكان مسؤولية لازم نحافظ عليه لو ما أنتج تجاريا، وهو عمليا منه الاعتماد على فادية من لا منه تجاري، يعني هو فعليا عمليا منه تجاري. يعني مثل حدا عم يشتغل ماشي حاله عم يطلع شيء، بس إنه منوش هالتجارة. في يكون ها في يكون يعني مكان بيحوي يعني اعداد، تجي اعداد كثير هائله، بس انت بدك تحافظي على هذا الطابع. بدي احافظ على الطابع المنه تجاري فيه لاهله من هيك. يعني انا اذا غيرت كبار السيستم اذا بدك المتبع بيفقد المكان روحه، مرتبط بالشخص فعلا. فلانه جيفارا ونزيه بفكروا بهي الطريقه. كمان مره ثانيه تحيه لنزيه عشان هيك يعطيه العافيه. براعين الظروف، يعني انه هن يعيشوا حياه محترمه وكريمه، وبنفس الوقت انه يراعوا ظروف الموظفين والناس اللي بتجي لهون لحتى تاكل. صحيح كلام فاضيه. يعني نحن بنطلع انه هذا موظف معاشه كيف، ما فيناش نجور عليه. في ناس بتجي نحن بنعطيها سندويشات ما بناخذ منها يعني نهائيا. صحيح بنحسه انه جوعان لازم ياكل، يعني من هيك ما ممكن يكون تجاري. كان هيدا المكان مشاهدينا يعني يصير فيه فعاليات او نشاطات صغيره بفترات سابقه، ممكن يعني نرجع بالمرحله الجايه نشهد شيء. ليك فراس، نحن اذا انت يمكن بتتذكرها هي المرحله وقت كنت هون بصوت الشعب، نحن كنا نعمل حفلات سهرات، يعني كانت يعني حوت الكافيتيريا الجانب السياسي كمان حوت الفرح. يعني نحن صرنا نستدعي هالناس اللي بتحبنا من اهل اللي بيشبهونا ومن اهل المكان، نعمل حفله كل شهر. طبعا قدراتهم هن ما بتقدر يكونوا اكثر من شهر، ونحن قدراتنا ما فينا نحمل اكثر من شهر يعني تنضحي. فكانوا يجوا نعمل حفلات، وانا كوني موسيقيه فكنت غني اعزف على العود، فكنت من خلالها انا استدعي الناس ونقعد يعني متعدده المواهب. ما شاء الله. هيك يمكن كان فيني اعطي اكثر من هالقد لو يعني سمحت لي الظروف. حتى اوقات يعني هي وعم تطبخ واقفه بالمطبخ بتغني، بتبلش تغني. صح. يعني فلاني هيك انا كنا نعمل هالحفلات هاي، وكانت العالم كثير تكون مبسوطه. ان شاء الله يعني بيرجع ترجع هيدي الحفلات او هيدي الفعاليات او هيدي الانشطه، انه الحياه ترجع تضحك للناس، وساعتها نرجع اكيد نعيد هاي الحفلات ان شاء الله. انا وقتي انتهى تقريبا، بدي اسمع منك بصوتك مقطع صغير من روايه توب كاميرا اللي ستصدر قريبا. وبعدين انت بتقول للفريق ستوب كاميرا. حلو. دس يده داخل علبة حليب معدنية قديمة، غرف منها كمشة مسامير صغيرة ورمى بها داخل فمه، وضع فردة الحذاء على القالب، وبرأس الكماشة الحديدية شد طرف الجلد، ثبته بإبهامه، تناول مسمار من فمه وغرزه قليلا في طرف الجلد، وبطرقة واحدة من شاكوشه دق المسمار. استمرت العملية ذاتها حتى أحكم القالب الإمساك بوجه الحذاء، صار للسان ذاكرة بطعم الحذاء، صار للحذاء لسان. بس إشارة هون إنه أنا والدي الله يرحمه ربانا من عرق سندانه وشاكوشه.
كان يشتغل بالأحذية بصناعة الأحذية والتصليح. يعني كثير من أهل بنت حبيب تاريخيا الحرفة صح اللي عندهم يعني اللي تمرسوا فيها تاريخيا. تحية لروحه والأرواح كل المعاملين أيضا بانتظار توب كاميرا إن شاء الله لا ستوب قريبا إن شاء الله. جيفارا أنا بعد شوي على بحاجة أقفل هذه الحلقة لي أيضا مع العود وبدنا نسمع صوتك. كتار من المشاهدين ربما حتى اللي بيعرفوك ما بيعرفوا إنه أيضا عندك ربما هذه الموهبة يمكن كانوا كتير يجوا هون بيعرفوا. اغلب اللي بيجوا لهون عائله يعني. كلها يمكن موسيقيه صحيح انا عائلتكم. نحن بي كان عنده طموح وامي بتغني كانت يعني كمان. امي كمان مرأة عظيمه انا ما ذكرتها بس امي مرأة كثير عظيمه وفيك تعتبرها مناضله. انا كمان فاديه جاهز الروايه تبعها بس انا راح اعمل عم بشتغل يعني على روايه عن حياه امي لانه امي اشتغلت كان عمرها 8 سنوات اشتغلت عمرها 8 سنوات لتعيل عائلة ومرقت وعائلة كبيرة وعائلة كبيرة وتعرف عليها بي بالروضة منطقة الروضة هون كانت هناك وتزوجها هون يعني بالروضة ف يعني فيك تقول نشلها من البؤس اللي كانت فيه وقت اللي تزوجها بي او يعني شيلة ريحة من المسؤولية اللي كانت فيها عرفت كيف؟ فإن شاء الله حيكون هذا كمان لألي عمل جديد حلوة رح أكتبه عن أمي ورح أذكر بي فيه لأنه كمان بي تاريخ بالنضال. وجههم تحية يعني تحية لروح الوالد لروح الوالد والوالدة والوالدة. شكرا لك بدي اتمنى لك التوفيق طبعا بالروايه وبكل خطواتك وطبعا بانه دائما تقدمي لنا وتقدمي لكل الموجودين هون طعام اللذيذ الاكل اللذيذ ما هيك. شو اهم شو اطيب اكله عندك بحبوها الناس؟ هلا طبعا بقى في اذواق مختلفه بس في شيء اكثر شيء هيك مشهوره فيه معروفه فيه في في الاستروغانوف حتى انتبه يعني في حتى الطعام في احد له هويه في احد الناس كان قاعد وعم بده يطلب اكل قال لي قلت له شو قال لي شو عامل قلت له استروغانوف قال لي ما حدا بيعمل استروغانوف طيبه مثلك بدي انا استروغانوف. طيب. في ناس بيقولوا لي تلفنينا بس يكون عندك استروغانوف يعني هيدي فيها شيء خاص يعني انا ما رح اقول لك تلفنينا وحده لا من عائله اوف اخر شيء. طيب لكن مقهى جيفارا انا سعيد جدا حقيقه بهذه الجلسه الحلوه اللطيفه حميميه كانت بس هي مثل الجلسات اللي عاده بنعملها لانه هي عائله مثل كل يوم يعني هيك بصير الخميس صح. شكرا لك جيفارا هلا فيك هلا وفادية كمان شكرا لك نحن نشكرك فراس عفو ابدا لانه انت يعني من هالاركان هاي وما نسيت بقيت محافظ عليا وبعدك ذاكره شكرا لك شكرا واجبنا اكيد واجبنا. فادية بتقولي شيء في الختام؟ شكرا لك مرة شكرا تانية. لكم فادية وجيفارا ولكل المشاهدين رح نروح نسمع ونشوف طبعا الفنانة جيفارا هيك متعددة المواهب وشكرا لكل الذين تابعوا هذه الحلقة من شارع الحمرا. Thank you.
الحيمة وانت جرحي وانت فرحي فرحي وكل منك اروح لمين واقول يا مين صيفني منك صيفني منك تفوت سنين لو